تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم يتجه للأراضي الفلسطينية، بالتحديد إلى قطاع غزة الذي شهد مؤخرا تجاذبا إسرائيليا فلسطينيا، بعد ما قيل إن صاروخا أطلق من قطاع غزة على مناطق مفتوحة إسرائيلية أعقبه 4 غارات بالصواريخ على القطاع من قبل السلطات الإسرائيلية. شهود عيان قالوا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت معسكرات، أو ما قيل إنها معسكرات تدريب تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في رفح وخان يونس ومدينة غزة. الجانب الفلسطيني ممثلا في حركة حماس قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو حملت هذه الحركة المسؤولية الكاملة على التصعيد العسكري الذي شهده القطاع للسلطات الإسرائيلية. وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها الإلكتروني إن إسرائيل تنظر لحركة حماس على أنها المسؤولة عن كل صاروخ يطلق من قطاع غزة، مبررة بذلك أو مبررا بذلك الغارات الإسرائيلية الأخيرة. صاحب هذا التصعيد محاولات إسرائيلية لاجتزاء بعض الأراضي من الضفة الغربية بحجة نقل البدو الفلسطينيين إلى مناطق حضرية ومناطق آمنة، فيما اتهمت السلطة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بمحاولة السيطرة على الجزء الأكبر من الضفة الغربية، وهو النطاق الصحراوي الذي يمثل ما يقارب أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، بحجة تهجير البدو الفلسطينيين. حول هذه الموضوعات وحول عودة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الضوء مرة أخرى ستتمحور هذه الحلقة، والتي سيكون ضيفنا فيها الأستاذ محمد بيومي الخبير في الشؤون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا أستاذ محمد أن نتابع معا ومع مشاهدين هذا التقرير، نعود بعده لبدء الحوار حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتصعيد الأخير بين الطرفين. كونوا معنا. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها الوحشية ضد المدنيين من سكان قطاع غزة. جامعة الدول العربية أدانت من جانبها الاعتداءات والغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول خلق الذرائع وعضوان آخر لصرف الأنظار عن جهود المجتمع الدولي لإعادة استئناف المفاوضات. وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الجدي لوضع الملف الفلسطيني على أجندته وإيجاد الآلية لتنفيذ قراراته وإيجاد حل لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. أما حركة حماس فحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري الذي شهده قطاع غزة، محذرة من التمادي في مثل هذه الحماقات على حد وصفها. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي رد بشكل فوري على إطلاق النار تماشيا مع سياسة الحكومة، مضيفا إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة للحفاظ على الهدوء الذي تم التوصل إليه من خلال عملية الجرف الصامد. الوضع المأساوي في غزة أثار ردود أفعال عربية ودولية، حيث دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات السلام. وقالت موغريني لدى افتتاح الجلسة السنوية في بروكسل لمجموعة التنسيق لدى الجهات المانحة للشعب الفلسطيني إن الوضع الذي نشاهده على الأرض لا يحتمل، داعية للمسؤولين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية.
وعلى الصعيد الإنساني، قامت السلطات المصرية بفتح ميناء رفح البري استثنائيا لمدة 3 أيام متواصلة لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. كان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ فجر الأربعاء سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة ردا على سقوط قذائف صاروخية داخل إسرائيل. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف 4 مواقع للبنية التحتية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن إصابة مواقع في أنحاء متفرقة في القطاع. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد بيومي الخبير في الشؤون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مرحبا بك. أهلا بكم. وفي البداية وعلى ضوء هذه التصعيدات التي خبت فجأة وبصورة مفاجئة مرة أخرى، كيف تقيم ما حدث؟ هل كان الوضع مقصودا أم غير مقصود؟ أنا بس في البداية عايز أقول أنه من الصراع إسرائيلي فلسطيني وصراع عربي إسرائيلي أو عربي ضد الحركة الصهيونية العالمية اللي موجود متمثلة في إسرائيل. دي طبيعة الصراع، لأنه مع الوقت لو استخدمنا مفردات من نوع إن ده صراع عربي صراع فلسطيني إسرائيلي، يبقى إحنا برا الصراع، بالعكس إحنا جوه الصراع. ولكن هذا هو الواقع، يعني جامعة الدول العربية تتعامل مع هذا الصراع على أنه صراع فلسطيني إسرائيلي، هي أدانة إسرائيل فيما فعلته مع الفلسطينيين. يعني أنا أتحدث عن السطح، ما يحدث على السطح أن العرب يتعاملون على أنه صراع فلسطيني إسرائيلي. ده مش صحيح. ده اللي صحيح، اللي هو صحيح بنشأة إسرائيل. إسرائيل نشأت في المنطقة دي تحديدا ليه؟ نشأت في المنطقة دي تحديدا علشان في منطقة في العالم بتتكلم لغة واحدة ولها تاريخ واحد وبتتهدد الإمبراطورية البريطانية. فعلشان التهديد ده يحجموه وما يبقاش موجود، زرعوا إسرائيل في فلسطين عشان تمنع أي محاولة للتقدم أو الوحدة في هذه الأرض. وإلا ما تفسيرنا لعدوان 56 وعدوان 67 واحتلال سيناء والجولان، إسرائيل كيان توسعي موجود في هذه المنطقة لمنع أي محاولة تقدم بين الدول العربية، لمنع أو ضرب هوية القومية العربية، واللعب على نسيج كل دولة عربية لوحدة يتفتت هذا النسيج. طب في هذا الإطار تحديدا، وقد خرجنا عن الموضوع سنعود له مرة أخرى، ما تقييمك لمؤسسة مثل جامعة الدول العربية؟ هي المحاولة الوحيدة لتجميع العرب، هل تقف إسرائيل لها بالمرصاد؟ جامعة الدول العربية في النهاية هي محصلة للأوضاع العربية، والمواقف التي تخرج من الجامعة العربية بتبقى محصلة لمجمل الأوضاع العربية. في انت عارف في أسوأ صورها دلوقتي، الأوضاع في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن. فجامعة الدول العربية هي محصلة للنظام العربي. إذا كان النظام العربي قوي الجامعة العربية بتبقى قوية، النظام العربي غير قوي الجامعة العربية مش قوية. فهي انعكاس لحالة الأوضاع العربية بشكل عام. إذن تقييمك للنظام العربي أنه غير قوي، فبالتالي جامعة الدول العربية غير قوي. النظام العربي بيتهدده أخطار كثيرة جدا جدا جدا. والخريطة، إحنا حوالينا مناطق اشتعال في كل حتة. ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، العراق، إحنا حوالين مصر أعمدة نار. وكانت مصر مستهدفة إنها تبقى من المناطق المشتعلة اللي تبقى على ضوء يتم تقسيم مصر زي مشروعات التقسيم اللي موجودة في العراق وفي سوريا. الحمد لله مصر لسه واقفة على رجليها، وطول ما مصر واقفة على رجليها وكل المخططات اللي بتراد بمصر سوق بتفشل، ده بالطبيعة كل المخططات اللي في الدول اللي حوالين مصر هتفشل، لأن مصر دولة الدور. مصر لو استردت عافيتها واستطاعت انها تهزم التحديات اللي موجودة في الداخل المتمثلة في الإرهاب، الجماعة الإرهابية، وتقدر تصحح صورتها قدام العالم وتفكك الحلف اللي موجود ضدها المتمثل في أمريكا وتركيا وقطر،
مصر تستطيع كما فعلت في الخمسينات والستينات لما سندت كل حركات التحرر العربي وفي أفريقيا وفي آسيا وفي كل دول العالم الثالث، تستطيع مصر أن هي تلعب دور قائد فيما يخص كل الدول العربية المحيطة بها. وعلشان كده ده يعني فيما يتعلق، يعني أنت تحدثت عن أمريكا، وفيما يتعلق عن الولايات المتحدة تحديدا، والتي يصدر دائما عن طريق الحكام العرب للداخل أنها العدو الأكبر، وعن طريق الإعلاميين وعن طريق كل ما يتعلق بإبداء الرأي داخل المجتمعات العربية هي العدو الأكبر، ولكن الحكام يصدرون للخارج ويصدرون للعالم أنها صديق. يعني الولايات المتحدة كان هناك اجتماع بدول الخليج في كامب ديفيد في الفترة الأخيرة، لم نجد أي زعيم عربي تحدث عن انتقادات للولايات المتحدة. أنت يعني هناك نوعا من الرسالة الغير متوازنة، يصدر للداخل العربي أنها العدو الأكبر، ويصدر للخارج أنها صديق استراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه. برضو دي محصلة للأوضاع العربية. محصلة. طيب إذا نعود للشأن الفلسطيني العربي الإسرائيلي العربي، كما تحدث التصعيد الأخير، كيف تفسره؟ كيف تفسر تناميه في يوم واحد ثم انحساره مرة أخرى؟ أنا تقديري ما تم في كل المنطقة بيتم لصالح إسرائيل. الدول الكبرى بتضمن أمن إسرائيل وبتضمن وجودها متفوقة في هذه المنطقة، وكانت دخلة في مخطط واسع جدا جدا استبدال كل الأنظمة الوطنية اللي موجودة في الوطن العربي بأنظمة تتبنى الإسلام السياسي زورا، وبتستهدف أنها هذه الأنظمة تعمل تشتغل لصالح إسرائيل. وأنا عايز أقول للإخوة في حماس النهاردة، خليكم فاكرين ان اول ما مرسي تولى السلطه قفل نصف الانفاق واغرق النصف الثاني كهديه منه لطمانه الولايات المتحده الامريكيه، وكان بيشتغل على فكره دوله في غزه وفي سيناء، وبالتالي اسرائيل تتخلص تماما من صداع القضيه الفلسطينيه وتتحل بهذا المعنى. ده كله برعايه امريكيه. هذه معلومات جديده في عصر الرئيس المعزول، تم قفل معظم الانفاق واغراق الباقي. هذا على عهده الصحفي الكبير جهاد الخازم في حديث لي من يومين في المصري اليوم، قال ان فور تولي الدكتور محمد مرسي للرئاسه أغلق نصف الإنفاق وأغرق النصف الآخر كطمأنة للجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. وأعتقد أنه مش جديد أن أمريكا من 2005 وهي بتتكلم مع الإخوان على أنهم هم البديل، بس بشرط ضمان أمن إسرائيل. طيب، وحل المشكلة الفلسطينية. طيب وقد انضم إلينا الآن دكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، مرحبا بك. وإذا كنت معنا منذ بداية الحديث، يتحدث ضيفي العزيز الأستاذ محمد بيومي أنه في عصر الرئيس المعزول يعني تم إغلاق جميع الأنفاق ولإرضاء السلطات الفلسطينية السلطات الإسرائيلية والولايات المتحدة. تعليقك؟ يعني أنا بعتقد أنه أولا القضية الآن التي تتعرض إلى مخاطر كبيرة على صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر، وعلى صعيد أيضا التهويد والحصار وسياسة القتل ومحاولة شطب حقوق الشعب الفلسطيني. وسمعنا جميعا كيف في تحضيرات التي شارك في انتخابات الكنيسة، كيف صرح رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو بعدم إمكانية قيام دولة فلسطينية وحاولة شطب حقوق الشعب الفلسطيني. وقبل أيام تحدث عن القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، وبالتالي كل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة. هو تحدث أيضا قبل الانتخابات عن أن السلطات الإسرائيلية هي سلطات احتلال وليفعل العالم ما يفعله. نعم، ولذلك نحن نعتقد أن يعني نتطلع إلى أن يكون هناك دور فاعل، أن تبقى القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لدى الأمة العربية والإسلامية من خلال وضع آليات تحمي القضية وتمضي قدما بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني. يعني يعني دكتور واصل، هي باقية منذ تقريبا لدى العرب ولدى الفلسطينيين منذ ما يقرب من 60 عاما،
يعني كيف هو الحل الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة، نقطة اللا حوار. السلطات الإسرائيلية تقول إنها سلطات احتلال وتجتزئ أجزاء من الضفة الغربية الآن بترحيل البدو. ما هو رد الفعل الذي تتوقعه سواء من الفلسطينيين أو العرب؟ هذا صحيح، ولذلك عندما نتحدث عن ما يحيط بالقضية الفلسطينية كبيرة على الصعيد الديني، أعتقد أن الأمر يستوجب أن يكون هناك آليات. نحن نتحدث عن محاولات أمريكية وأيضا حكم الانحياز إلى الاحتلال وبحكم التغطية على جرائم الاحتلال، وأيضا بحكم ما تقوم به حكومة الاحتلال من محاولات الحديث عن دولة فلسطينية في غزة ورفع الحصار عن شعب فلسطيني في غزة الذي يفوز بالاحتلال وفتح المعابر وغيرها حتى تدرس مشاعر حركة حماس التي تعتقد حكومة الاحتلال أنها يمكن أن تقبل ذلك من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني بتصاميم. وبالتالي نحن نعتقد أن الأمر يجب أن يتم تمسك حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق العودة للاجئين وحق تخفيف بسيط وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس لا تجزي على أي حلول ولا مراهنة على أن يكون هناك ضرب مشروع الوطن الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من امتداد أمتنا العربية. يعني دكتور واصل، هذا كلام جميل، أنا أتحدث معك عن الاستراتيجيات الواجب اتباعها في مقابل المعطيات الواقع الجديد، الواقع الإسرائيلي والواقع العالمي والواقع العربي. أنت ترى الآن العالم العربي كما قال ضيفي هو منشغل بمحاربة جماعات متأسلمة مثل داعش، تحتل الآن نصف سوريا وثلث العراق، وهذا أمر خطير، وتحيط بدول الخليج الغنية. كيف ترى الاستراتيجية؟ الاستراتيجية هي الخطوات الفعلية لمواجهة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. نحن من جانبنا وضعنا استراتيجية ترتكز إلى 4 نقاط رئيسية، ونأمل أن يكون هناك دعم لهذه الاستراتيجية ودفع باتجاهها. هذه الاستراتيجية تطلب أن يكون موقفا عربيا وإسلاميا. النقطة الأولى في هذه الاستراتيجية هي الابتعاد وطي صفحة المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية ونشدة في عملية تحقيق أي شيء إلى تدويل القضية الفلسطينية، سواء من خلال الحديث عن تمرير رأس مجلس الأمن للأمم المتحدة أو أيضا وضع حد لجلاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية دمشق زمن محدد. معروف أن هناك لجنة رباعية سباسية تلك المجتمع العربية من أجل الاتصالات والمساعي مع دول أوروبا ومع العديد من دول العالم من أجل وضع مشروع قرار المستقبل الدولي، والحراك يجري الآن حول ذلك. الأمر الثاني وهو موضوع المنظمات التي انضوت فلسطين في إطارها في الأمم المتحدة، وأهمها طبعا المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نحضر خلال الشهر القادم لوضع ملفين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ملف الاستيطان الاستعماري باستفاته جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني والحرب العدوانية والإجرامية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والأمور تمضي إلى مواجهة الاحتلال. وهذا الأمر يتطلب أن نرتقي جميعا إلى مستوى ما هو مطلوب من وحدة وطنية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني. والأمر الأخير وهو استمرار مقاومة دفاع شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومقاطعة لهذا الاحتلال، مقاطعة تفضي إلى محاكمة هذا الاحتلال ومحاسبته وقطع العلاقات معه واتخاذ القرارات المثيلة عزل حكومة اليمين المتطرف حكومة نتنياهو أمام العالم. نعم، طيب ابقى معي دكتور واصل، وأعود إلى ضيفي الأستاذ محمد بيومي. الدكتور واصل يتحدث عن استراتيجيات ولكن معظمها سياسية وتحركات في الإطار الدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى نقطة الضوء مرة أخرى، ما هو رأيك؟ أنا تقديري النقطة المركزية والمفصلية في كل هذا السيناريو هو الوحدة بين الشعب الفلسطيني وبين فصائل المقاومة الفلسطينية. على حماس أن تدرك أن على رأس جدول أعمالها والنقطة الوحيدة في جدول أعمالها العمل داخل فلسطين وعدم الانشغال بالخارج الفلسطيني.
على حماس أن تعلم أن كل المنظمات الجهادية الموجودة في سيناء تؤثر بالسلب على القضية الفلسطينية، وبالتالي حماس كل ما تستوعب أن أمن مصر هو أمن للشعب الفلسطيني ده شيء مهم جدا، وعليها أن تبذل جهد كبير. أنت تتحدث عن أن حماس هي لاعب رئيسي فيما يحدث في سيناء، بغض النظر عن حجم الدور اللي بتلعب فيه، بس في دور بتلعبه حماس بمنطق أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ما يحدث في سيناء، والأنفاق الموجودة في سيناء اللي حماس بتعرفها نفق وبتعرف إيه اللي بيخش منها وبيخرج منها، هذه الأنفاق بيتسرب منها أسلحة وبيتسرب منها إرهابيين. الأنفاق دمرت الآن، يعني هناك يعني خط 14 ما زال في أنفاق موجود، ما زال في أنفاق. احنا عملنا 500 متر طلع فيه أنفاق كيلو، عملنا كيلو طلع أنفاق فيه كيلو ونص، الأنفاق جزء منها ما زال موجود، وحماس ما زالت تتصور أنها ممكن تلعب دور في عودة جماعتها مرة أخرى للحكم في مصر. إذا كانت حماس بتفكر بهذا الشكل ده يضر القضية الفلسطينية أكتر ما يضر في مصر. إحنا هنعرف نخلص الإرهاب اللي موجود في سيناء إزاي وننتهي منه تماما، بس الخسر الوحيد هيبقى الشعب الفلسطيني في غزة رقم واحد وحماس رقم اثنين. على حماس أن تعود مرة أخرى حركة جهادية إسلامية على رأس جدولها تحرير أرض فلسطين، وده حماس تاريخها بيقول كده، ومصر دعمت حماس بصور كثيرة جدا جدا من منطلق انها منظمة بتستهدف تحرير توضيح عند هذه النقطة تحديدا، يعني الدولة المصرية نفسها طعنت على الحكم الصادر باعتبار حماس منظمة إرهابية. إذا كانت الدولة المصرية قد طعنت على هذا الحكم، فمن المؤكد أنها تأكدت أن حماس ليس لاعبا رئيسيا في سيناء كما تتحدث سيادتك. لا، أنا تقديري إحنا لابد أن إحنا نحذر حماس، ولكن لا نستطيع ان احنا نغفل تاريخ حركة المقاومة في فلسطين اللي قادتها حماس لسنوات طويلة. فترة بدأت البوصلة تتوه من حماس، علينا ان احنا ننبهها، مش لدرجة ان احنا نوصفها انها منظمة إرهابية. احنا نتمنى ان تعود حماس لطبيعة دورها مرة اخرى، وستلقى دعم غير محدود كما كان مع إذن أنت تتحدث عن وحدة الشعب الفلسطيني بالزبط. وتتحدث لحماس، طيب للطرف الآخر ماذا تقول للسلطة الفلسطينية؟ أو السلطة الفلسطينية عليها نفس المسؤولية. السلطة الفلسطينية أحيانا بتقبض على عناصر، وفي فترة قبض على 32 عنصر من حماس وحطتهم المعتقل. أعتقد ده تصرف ملوش أي مبرر. إذا لم يكن هناك حوار جاد وحقيقي بين فتح وبين حماس لصالح الشعب الفلسطيني، كانت هناك محاولة إذا كنت تتذكر منذ عام قريبة. تقريبا صحيح. وكانت ناجحة إلى حد ما، وبدأ العمل على تكوين حكومة توافق وطني بين السلطة وحماس، وتدخلت إسرائيل بعنف وبقوة، وفيما يبدو أن مسارها نجح في إفساد هذه الخطوة. أنا عايز أقول لحضرتك هذا البرنامج من سنة تقريبا، وكنت ضيف برضو، كانت في حكومة وفاق وطني، وكنا بنتمنى لها أنها تنجح، وكل المسؤولين سواء في فتح حماس قالوا إن شاء الله الخطوة دي مرشحة للاستمرار، إنما للأسف ما استمرتش. أن نكتشف دلوقتي أن إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطينية، ده موقف إسرائيل من الأول، مفيش جديد فيه. أن إسرائيل بتشوف أن القدس عاصمة لإسرائيل، ده برضو مش مفيش جديد في الموقف الإسرائيلي. إنما الجديد في موقف حماس وفي موقف فتح اللي مش قادرين يتفقوا في مواجهة عدو واحد. الجديد إن في بعض الدول العربية بدأت تشوف إن القضية الفلسطينية مش على جدول أعمالها. أنا عايز أقول إسرائيل تهديد، إسرائيل مشروع بديل للمشروع العربي، والمشروعين استحالة يعيشوا مع بعض، متناقضين تماما. وبالتالي إذا ما كانتش الدول العربية، احنا في مصر اعتقد ان الصورة عندنا واضحة، ان احنا بنعتبر فلسطين قضية مصرية ومصر قضية فلسطينية، تاريخنا كله بيقول كده، وقدمنا تضحيات كثيرة وما زلنا على استعداد ان احنا نقدم، لاني بنعتبر ان
عايز اقول لحضرتك حاجه، المسؤولين في الكنيسه الاسرائيليه، اعضاء في الكنيسه الاسرائيليه بيقولوا اعدائنا في الجنوب في اشاره لمصر، وان الصراع اللي بيننا وبين مصر صراع وجود مش صراع حدود. مصر هي التهديد الرئيسي لاسرائيل، عشان كده ده يفسر حجم المؤامرة الكبيرة جدا على مصر. مصر لازم تقع كده ولا لازم تقع. وإذا كانت مصر تشعر بهذا التهديد، هي أيضا أكيد أنها متأكدة من أن الفلسطينيين هم العمق الاستراتيجي لها أمام إسرائيل. طيب نتحول إلى دكتور واصل، وإذا كان لك أي تعليق على ما تحدثنا فيه خلال الفترة الأخيرة. يعني أنا بعتقد أنه ما تحدث به ضيفكم الكريم يأتي في سياق الحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية، والحرص أيضا على توحيد الفلسطيني بمواجهة الاحتلال، وضع الاستراتيجيات التي يمكن أن تواجه الاحتلال وتفشل مخططاته كأمر الواقع. نحن نثق تماما برقائق الأمة العربية والفلسطينية، وتحديدا في مصر التي لم تبذل جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وهي رأس الحربة في عملية متابعة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية سواء أمام الدولي أو على صعيد الملفات سواء في قطاع غزة أو في المصالحة أو غيره. وبالتالي نحن نمضي خطوة باتجاه الترتيب للوضع الداخلي الفلسطيني في سياق أيضا حكومة الوطن الوطني التي لا بد أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية دعم هذه الحكومة باتجاه. ونحن نعتقد أن ما هي العوائق أمام هذا التوافق، حتى لو كان على حساب طرف لصالح طرف آخر، إذا كان هذا في مصلحة قضية وطن وقضية دولة وقضية شعب وقضية منطقة؟ هذا صحيح. لذلك نحن عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية نتحدث عن الاتفاق الذي وقعنا عليه كفصائل فلسطينية في القاهرة، وهو اتفاق 2011، ولا نريد لا اتفاقات جديدة ولا نريد أيضا أن يكون هناك تواقيع جديدة. نريد تنفيذ هذا الاتفاق. معروف تماما أن نشب الخلاف بعد الانقلاب الذي جرى في قطاع غزة ومحاولة فرض الأمر الواقع، ونحن كنا نبذل جميع المساعي والجهود من أجل إزالة أثار هذا الانقسام واستعادة قضيتنا الوطنية الفلسطينية. كما أشار ضيفكم أيضا، نحن نعتقد أن جميع فصائل العمل الوطني لديها مهمة أساسية، وهي الوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال، ولا نتدخل في شؤون أي من الدول العربية. هذا قرار اتخذناه في منظمة التحرير الفلسطينية وزلنا متمسكين به. نأمل أن يكون خلال الفترة القادمة على المستوى الاستراتيجي أيضا التزام كامل كل فصائل العمل الوطني والإسلامي بهذا الاحتلال. لكن دكتور واصل تسارع الأحداث على المستوى العربي والعالمي يعني لن ينتظر ما تتحدث به. نأمل لابد أن يكون هناك يعني مدى زمني لهذا التنفيذ، وبالتحديد من قبل السلطة الأكبر والسلطة الأعلى، وهي السلطة الفلسطينية والسلطة الأكثر تمكنا من أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية. بصراحة هذا ما نسعى له خلال هذه الفترة. نحن نتحدث عن حراك جدي وحقيقي لابد أن يفضي إلى إفشال أولا كما قلت المخططات الهادفة، وهي مخططات قديمة كما أشار ضيفكم، حول مسألة دولة فلسطينية في قطاع غزة وتوسيعها إلى العريش وغيره، كما أشارت العديد من المخططات خلال الفترة الماضية. وهذا الأمر كما هو معروف مرفوض تماما. نحن لا شعبنا الفلسطيني متوسط حقه على كل الأراضي المحتلة بعنوان 67 فيها القدس، وبالتالي هذا الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك استراتيجية على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تبذل هذه الأيام أولا سواء في حكومة الوفاق الوطني أو الذهاب إلى الانتخابات العامة من خلال التوافق الوطني العام، أو قطع الطريق على الاحتلال الذي يراهن على إعطاء إمكانيات للحديث عن دولة فلسطينية في قطاع غزة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني. وهذا الأمر يستوجب سرعة إنجاز هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية على صعيد كل الشعب الفلسطيني وفصائله، سواء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو صعيد الفصائل الإسلامية. ونحن نثق أن حجم المخاطر والتحديات الكبيرة كما أشرت وتفضلت حول القضية الفلسطينية تتطلب الارتقاء إلى هذا المستوى، مستوى التحديات والمخاطر، وليس الكمون في سبيل أن تمر هذه العاصفة. طيب ابقى معي دكتور واصل، وأعود إلى الأستاذ محمد. كيف يمكن التوافق بين طرفين كل ما منهما له استراتيجية محددة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي؟ السلطة الفلسطينية ارتضت المسار الدولي
والمسار الأممي والمسار التفاوضي والمسار السلمي، وفيما يبدو أن كل هذا قد قوض على صخرة ما تحدث به نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية من أننا سلطات احتلال وأن على الفلسطينيين أن يعتبروا أنفسهم محتلين. قوض كل هذا المسار على هذه الصخرة، وقوض بشكل أكبر بعد انتخاب الإسرائيليين مرة أخرى لبيبي حبيب الأمريكان والإسرائيليين، والطرف الآخر وقد وجد منذ البداية أن لا حل غير الصراع وغير الحرب مع هذا المحتل الإسرائيلي. كيف يمكن الاتفاق؟ أنا تقديري حتى في الأهداف اللي صاغتها حماس منذ نشأتها أنها بترتضي دولة فلسطينية في القطاع وفي الضفة الغربية كمرحلة أولى لتحرير باقي الدولة الفلسطينية. بس عايز أقول حاجة، مفيش أي قضية في العالم هتتحل بالمفاوضات فقط لا غير، ما ينفعش. المفاوضات دي نوع من أنواع المقاومة بالسياسة، إنما لا تغني عن المقاومة بالسلاح. إذا كانت في حركة مقاومة مسلحة ضد العدو الإسرائيلي هي اللي هتجبره على حجم هذه المقاومة وعلى فعاليتها وعلى التفاف الشعب الفلسطيني كله حولها، وعلى أساس اتفاق بين منظمة تحرير وبين حماس إن احنا منظمة تحرير وحماس تقاوم بالسلاح وتقاوم بالسياسة. المقاومة بالسياسة لن تجدي على الإطلاق. طيب، كما ترى أن السلطة الفلسطينية لا يرضيها ما تفعله حماس، قد تصل إلى الإدانة إذا بدأت حماس مثلا يعني ما تسميه بالصواريخ العبثية على إسرائيل، في المقابل حماس أو جميع حركات المقاومة منها حماس والجهاد الإسلامي يرون أن هذا مسار عبثي للتفاوض. كيف يمكن اللقاء بين طرفين كل منهما له طريق؟ أنا تقديري الاثنين مطلوبين. أنت لما بتقعد تتفاوض أنت مش هتاخد مكاسب إلا إلى المدى اللي بتوصل المدافع بتاعتك والصواريخ بتاعتك، المدى المؤثر لمقاومتك هتاخد مكاسب على قده. ما عندكش وسائل للمقاومة المسلحة مش هتاخد حاجة، محدش بيتبرع على حد بحاجة. انما وانت قاعد تتفاوض انت بتاخد مكاسب بحجم وجودك على الارض وبحجم تأثيرك. لحماس تقدر بالسلاح وحده تاخد مكاسب، ولا منظمة التحرير تقدر بالمفاوضات وحدها تاخد مكاسب. هتلاقيها مع الوقت بتقدم تنازلات، وحماس هتلاقيها مع الوقت شايفة أو توصل أن المقاومة بالسلاح وحدها لا تجدي. حركة المقاومة المسلحة مع حركة التفاوض السياسي الاثنين مع بعض بيكملوا بعض، في طرف لوحده مش هيقدر يحقق أي مكاسب. طيب دكتور واصل، كما رأيت ضيفنا يقول إن مسار المفاوضات وحده لن يجدي، يجب أن تقتنع السلطة الفلسطينية أن فصائل المقاومة هي أحد العوامل الرئيسية أو أحد المقاومات الرئيسية لمائدة مفاوضات يكون فيها طرفان متوازنان يستطيع كل منهما فرض رأيه للتوصل إلى نقطة وسط. يعني هذا صحيح، وبالتالي إحنا عندما كنا نشتغل في الوراقة التي كانت تجري بين الفصائل جميعا يذكر الجميع أننا توافقنا على أولا القضية السياسية بحدها الأدنى للاتفاق على أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئين حقاً من الوصيين وعقد تقرير المصير وقام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت 1967 ما فيها القدس. هذا ما اتفقنا عليه مع الجميع. الأمر الثاني، توافقنا على أن المفاوضات هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية كما جرى في الأوراق التي تم التوقيع عليها، وأيضا على أهمية المقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، واتخذنا قرارا في هذا الصدد بأن المقاومة الشعبية التي يمارسها شعبنا الفلسطيني هي الشكل النضالي الذي يمكن أن يقبل به المجتمع الدولي، ويمكن أن يكون هناك صدى وإيجابيات لها علاقة في ما يمكن أن يتمخض على هذه المقاومة، وتم التأكيد على ذلك.
لهذا الأمر مسألة ولكن السلطة الفلسطينية في مرحلة ما انتقدت يعني ما تفعله فصائل المقاومة مثلا في غزة، وتحدثت عن صواريخ عبثية تطلق على إسرائيل ليست لها أي مردود، وأنها خطر على الشعب الفلسطيني ما تفعله. هذا صحيح، لذلك يجب ما هي المقاومة كما جرى في الماضي عندما أكدت السلطة على عدم إطلاق الصواريخ. الآن حركة حماس عندما تم إطلاق صاروخ قبل أيام اتخذت ذات الموقف وقالت أن هذا الأمر يهدئ ويضرب بمصالح الشعب الفلسطيني، وبالتالي حتى تم اعتقال صواريخ كما هو معروف. لهذا الأمر عندما نتحدث عن شكل من أشكال الكفاح الذي يجب أن يجمع عليه، هذا الأساس الذي تحدثنا به وتوصلنا إلى اتفاق. مسألة التقرار بالحرب والسلم لابد أن يكون قرار إجماع، لا يمكن لفصيل محدد أن يتخذ قرار لا بالحرب ولا بالسلم، وبالتالي هو قرار إجماع وطني. لهذا الأمر عندما نتحدث عن قطاع غزة وحصاره وضرورة فك الحصار عن ومن قبل الاحتلال وأن يعيش الشعب الفلسطيني في كل أراضي الدولة الفلسطينية بشكل حر ومستقل كما باقي الشعوب العالم، نتحدث عن الكل الوطني ونتحدث عن قطاع غزة بشكل منفصل عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية، هو جزء من مشروع الوطن الفلسطيني، وكما معروف لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة ولا دولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها. لهذا الأمر لابد من الاتفاق الوطني. عندما تحدثنا عن استراتيجية تأخذ بعين الاعتماد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافقات التي لابد أن تتم على سواء الشأن السياسي أو ترتيب وضع الداخلية بما في حكومة وغيرها، كل ذلك يعني يستوجب أمام التحديات والمخاطر الكبيرة من قبل حكومة الاحتلال، من قبل الإدارة الأمريكية في حاز الاحتلال، من قبل تراخي المجتمع الدولي، من قبل انشغالات الدول العربية، لأن يكون هناك استراتيجية فعلية جدية وحقيقية تبقي القضية الفلسطينية في سلم جدول أعمال وتفضي إلى إمكانية هذا العطاء الكبير من الشهداء والجرحى والأسرى والمعاناة التي بذلها الشعب الفلسطيني. طيب دكتور واصل، اسمح لي ضيفي الأستاذ محمد بيومي يريد يعني طرح أحد الأسئلة عليك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا محمد. بحييك وبحيي الشعب الفلسطيني المقاوم. أنا متفق مع حضرتك تماما أن مفيش قرار بالمفاوضات السياسية إلا من خلال الشعب الفلسطيني، ومفيش قرار بالمقاومة إلا من خلال الشعب الفلسطيني، بس على الأرض حماس بتاخد مواقف منفصلة عن منظمة التحرير، ومنظمة التحرير بتاخد مواقف منفصلة عن حماس، ومفيش حالة حوار وطني يخلي الاتنين في اتجاه بيصبوا في قرار واحد. بالإضافة حضرتك قلت ان احنا المقاومة مقاومة الشعب الفلسطيني احنا بنقرها مع التفاوض السلمي، هل حماس حضرتك بتصنفها كمقاومة جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني، ولا هي بقت خارج مقاومة الشعب الفلسطيني وهي قرارها يخصها لوحدها؟ لا بصراحة يعني نحن لن نترك حماس تكون خارج إطار الصف الوطني الفلسطيني. حماس جزء رئيسي من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وهي فصيل له تضحيات وله حضور على الأرض، وبالتالي نحن نعتقد أن تصليح السياسات التي خلط بها حماس في الفترة الماضية هو مطلوب وليس مقاطعة حماس. نحن نسعى من أجل أن يكون هناك وحدة جادة وحقيقية مع حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية في بوتقة المشروع الوطني الفلسطيني. لهذا الأمر عندما نتحدث عن الاتفاقات التي التزمنا بها في القاهرة هي نتاج لحوارات كبيرة وطويلة جرت مع كل فصائل العمل الوطني فيها الفصائل الإسلامية حماس والجهاد وغيرها، وبالتالي لا بد أن يكون هناك التزام أولا فيما يتعلق بالاستراتيجية الفلسطينية سواء على صعيد السياسي أو على صعيد الوضع الداخلي. اثنين، عدم تدخل في أي شؤون الدول العربية ووضع إطار له علاقة فقط بما يمكن أن يتمحقق عن النضال السياسي أو النضال الكفاحي والوطني للشعب الفلسطيني. طيب دكتور واصل وعفوا المقاطعة، وقد خرجت القاهرة الآن من الوساطة بين الفصائل الفلسطينية السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على توافق وطني فلسطيني، ما هو البديل الآن والوقت يتدارككم ويتدارك الأمة العربية؟ ما هو البديل؟ هل هناك من استراتيجية سريعة لإعادة الحوار الداخلي بين الأطراف الفلسطينية؟ بصراحة نحن نثق تماما أن مصر لن تترك الملف الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بملف المصالحة.
هي بطبيعة الحال كان هناك تراجع في الفترة الماضية لاعتقاد بأن ما تقوم به حماس يمكن أن يقطع الطريق على ما يمكن أن يتمخض عن هذا الحوار الذي جرى أو هذه الحوارات التي جرى والاتفاقات التي جرت. لذلك نحن نثق بعلاقتنا في مصر، نثق بقدرة مصر أيضا على وضع. طيب سؤال هام ولك كفلسطيني، من تعاملاتك مع حماس هل يمكن أن يكون لحماس مشروع آخر غير فلسطين داخل سيناء مثلا كما تتحدث أو كما تتهم داخليا على المستوى المصري؟ يعني هذا ما لا نأمله أن يكون مشروع تابع للإخوان المسلمين أو غيره. نحن نأمل أن يكون مشروع حماس هو مشروع فلسطيني. ونحن عندما يعني كانت هناك سواء متعلقة في الوضع في مصر وما جرى من خلال حديثنا جميعا كفصائل بضرورة الالتزام بالموقف الوطني، وما جرى أيضا في سوريا من خلال مخيم اليرموك والزج محاولة الزج بوضعنا الفلسطيني في أثناء المعركة الجارية في سوريا، نعم أو في أي مكان. نحتاج إلى ذلك، نحتاج أمتنا العربية لتكون الحضن الدافئ لإقدام القضية الفلسطينية على الرغم من انشغالات وعلى الرغم من كل ما يجري في المنطقة العربية، ولكننا نثق بقدرة أمتنا العربية على استيعاب ذلك. لذلك نحن عندما تحدثنا مع حركة حماس بأهمية أن يكون الموقف المبني هو موقف فلسطيني، ليس له أجندة بأي من القضايا الأخرى التي يمكن أن تؤثر وتنهك سلبا على المشروع الوطني. نعم، الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. وكلمة أخيرة أستاذ محمد بيومي تعليقا على كل ما قال الدكتور نصر واصل. أنا بتفق مع كل اللي قاله الدكتور، بس في النهاية نشوف على الأرض حاجة، يعني المسألة تتجاوز من الطرح النظري إلى إجراءات. يعني أنا ممكن أطرح الطرح النظري كويس جدا، بس على الأرض بيحصل حاجات أو على مستوى الإجراءات مفيش. الواقع لا يترجم، بالضبط لا يترجم ما يقال، وده مسألة في غاية الأهمية. أتحدث عن السلطة الفلسطينية أم عن جميع الأطراف؟ جميع الأطراف الفلسطينية عليها أنها تعتبر أي تناقضات بينها إذا كانت موجودة دي تناقضات ثانوية جدا جدا. إحنا جميعا بنصطف لحل تناقض رئيسي بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي اللي كل يوم بيتشدد أكتر وكل يوم بيطرح جديد. ما هو ده بيعتبر الفلسطينيين سلطة احتلال. نعم، أصحاب الأرض. الخوف كل الخوف أن يعني يترجم ما تفرضه إسرائيل من واقع على الأرض إلى قناعات داخل الشعب الفلسطيني في غير صالح السلطة الفلسطينية الحالية. يعني السلطة الفلسطينية وقد ارتضت بالمسار التفاوضي والذي ألقت به إسرائيل على يعني من الشباك. الخوف كل الخوف أن هذا الانقسام في الشعب الفلسطيني يتحول إلى الطرف الآخر الذي اختار المقاومة. ما هي إمكانية أن يحدث ذلك؟ ماذا يجبر إسرائيل أنها تقبل بمنطق التفاوض وتعطي للفلسطينيين أي شيء؟ نعم. أي مكسب؟ إيه اللي يخلي إيه اللي يجبرها على كده؟ هذا ما أتحدث عنه، الخوف كل الخوف، لكن أن يكفر الشعب الفلسطيني مع المدى الزمني الطويل والتعنت الإسرائيلي وفشل المساعي الدولية لإعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء من قبل السلطة الفلسطينية، أن يكفر الشعب الفلسطيني بكل هذا وأن يتحول لتأييد طرف آخر على النقيض من الطرف الحالي الذي يحسب يعني كمفاوض متعقل. منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في 64 من 64 حتى الآن منظمة التحرير الفلسطينية تعيش بدعم الشعب الفلسطيني وبموافقة الشعب الفلسطيني على وجود حماس، بتعيش ايضا بدعم من الشعب الفلسطيني. دولت كيانين مش عايشين لوحديهم كده، عايشين بدعم الشعب الفلسطيني وبوقوف الفلسطينيين بجواره. اذا احس الشعب الفلسطيني ان حماس ليس لديها القدرة لحل المشكلة ولا منظمة التحرير، انا اتصور الشعب الفلسطيني قادر
على انه يفرز اشكال جديده تستطيع انها تواصل مع المشوار لتحرير، ولكنها قد تكون اكثر يمينيه من اليمين الحالي المتمثل في الجهاد الاسلامي وحماس الذي اختار المقاومه مع تطرف اسرائيل مره اخرى ناحيه اليمين باختيار بنيامين نتنياهو للمره الرابعه. ربما الشعب الفلسطيني يفرز حركه تؤمن ان المفاوضات مرهونة بالقوى العسكرية، الاثنين يقدروا يجيبوا حل للشعب الفلسطيني. فشل السلاح وحده في تحقيق اي مكاسب، وفشل التفاوض لوحده انه حقق اي مكاسب. يستطيع الشعب الفلسطيني ان يفرز زي ما افرز منظمة التحرير، وزي ما وقف بجانب حماس الشعب الفلسطيني في غزة، يستطيع الشعب الفلسطيني انه يفرز مقاومة جديدة تستطيع انها تحقق احلامه في تحرير وطنه. أنا تأديب ألا يختار هذا ولا ذاك. نتمنى يعني أن تحل القضية الفلسطينية، وهي ليست القضية الفلسطينية كما تحدثت، هي قضية عربية إسرائيلية وقضية وجود وقضية أمة يراد لها أن تزال من على الوجود عن طريق زرع هذا الكيان في وسطه. سعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذ محمد بيومي الخبير في شؤون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي كما تحدث. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد في مكان جديد بفريق عمل جديد. كونوا دائما مع قناتنا.